مطالبة أعضاء اللجنة للشركة العامة للصوامع بضرورة مراجعة كافة العقود التي أبرمت مع أصحاب الصوامع الخاصة بعد ضبط العديد من المخالفات والتجاوزات بها خلال الفترة الماضية. جاء ذلك وفقا لتصريحات النائب إيهاب عبد العظيم عضو لجنة تقصي الحقائق، مؤكدا أن اللجنة ناقشت ضرورة الاستمرار في العمل وعدم الالتفاف لما تتعرض له من هجوم ممنهج، لافتا إلى أنه يتوقع أن يكون التشكيك والتشويه من قبل وزير التموين خالد حنفي لتعطيل أعمالها بعد كشف المخالفات والتجاوزات الكبيرة والمنتظر أن يحاسب عليها. لفت عبد العظيم أيضا إلى أن اللجنة رصدت اختراق كامل لمنظومة الخبز في مصر وجميع الكروت الذكية التي يتم استخدامها لاستلام الخبز من قبل أصحاب المخابز. طيب، التعليق على هذا الخبر معنا الأستاذ مجدي ملك ماكسيموس رئيس لجنة تقصي الحقائق. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك وتحياتي للمشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. طيب، عايزين شرح بقى يا فندم مفصل للموضوع ده، و يعني بعد كده المفروض هيقول لي ايه. اتفضل يا فندم. فندم، هو اللجنه تشكلت عندما استشار مجلس النواب ايوه ان هذا القطاع منذ العام الماضي به كثير من الاستنزاف للدعم المقدم للفلاح المصري. الامر يتعلق باحكام منظومه التوريد ثم التخزين ثم الطحن الى ان يصل الى رغيف القطن. أيوه. هذه المنظومه بها من الثغرات ما يشجع ضعاف النفوذ من بعض التجار وبعض اصحاب الصوامع الى ارتكاب مثل هذه الافعال التي تضر بالاقتصاد المصري وتستنزف الدعم وتلتهمه وهو المخصص للفلاح المصري. تقدمت بطلب للسيد رئيس المجلس بتشكيل لجنه لتقصي الحقائق، وافق بعد ان تاكد من المستندات المقدمه على تشكيل اللجنه. بدات اللجنه عملها بمخاطبه كل الجهات المعنيه، السيد رئيس الحكومه، السيد وزير التموين، لاتخاذ الاجراءات اللازمه حيال هذا الامر لتفتيش الصوامع وتفتيش الشون وتفتيش البناكر. طيب يا فندم، دلوقتي وزاره التموين هي اللي اعلنت الفساد ده، مش يعني هل ده يحسب لها ولا ايه؟ لان في هجوم كده على دكتور خالد حنفي وزير التموين. لا لا لا، احنا لا نتصيد لاحد ولن نستبق الاحداث. نحن ما زلنا نقوم بالتحقيقات ونقوم بالزيارات الميدانيه للوقوف على الحقائق كامله، وفي نهايه الشهر الحالي سوف يتم تقرير كامل عما وصلت اليه اللجنه من نتائج وتحدد المسؤوليات وفقا للمعطيات التي ستظهر امام اللجنه اثناء عملها. لكن لا نستبق الاحداث ولا يجب ان نتهم احد، وجميع البيانات التي يتم تداولها هي بيانات ليست صحيحه، لان المبالغ الحقيقيه هي اكبر من ذلك بكثير، ولن نعلن عنها الا في حينه عقب انتهاء عمل اللجنه. طب يا فندم، المبالغ كام؟ يعني هل كان في مثلا، يعني سؤالي دلوقتي، كان في صوامع مثلا خاصه بدون سجل او بطاقه ضريبيه بتتعامل مع الوزاره؟ هذا حقيقه ان هناك كيانات وهميه تتعامل معها هيئه الصوامع. هذه الكيانات ليس لديها اي اوراق او مستندات، وبالرغم من ذلك بالفعل قامت بالتعاقد معها. طيب، هي الفلوس اتصرفت يا فندم بتاعت الحاجات دي ولا لا؟ فندم، الدولة سددت جميع هذه المبالغ أو 90% من هذه المبالغ لأصحاب الصوامع والهناكر والبناكر الذين تقدموا بمستندات غير حقيقية لصرف هذه المبالغ. الأمر يتعلق بالاقتصاد المصري، الأمر يتعلق بمؤسسات الدولة، واللجنة جادة على إعادة بناء بعض القطاعات بمؤسسات الدولة التي اعتراها هذا الفساد وهذا الترحل. نحن جادين، نحن نبني دولة، نبني مؤسسات دولة، لا نهدم مؤسسات دولة. تمام، بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ مجدي ملك ماكسيموس رئيس لجنة تقصي الحقائق، أكيد في متابعة في هذا الموضوع طبعا لأنه بيمس كل مواطن مصري، بيمس الاقتصاد المصري بالكامل. نكمل أخبارنا.